نتحدث بداية عن حصن كان موجود فيها، يبدو أنه يعود للفترة الكنعانية المختلفة، ولكن في الفترة الكلاسيكية يعني خاصة الفترة اليونانية بشكل أساسي، يبدو أنه هاي المنطقة كانت منطقة مهمة من ناحية زراعية ومن ناحية أيضا من ناحية استراتيجية. يعني حماية التراث الثقافي الفلسطيني وخاصة المواقع الأثرية هي من أولويات وزارة السياحة والأثار. للأسف الشديد ما بعد الاحتلال بعد عام 67 كانت هناك سياسة ممنهجة للاحتلال الإسرائيلي، شجع سرقة ونهب الأثار الفلسطينية. قاد الفلسطينيين بسبب طبعا الوضع الاقتصادي السيء ما بعد الاحتلال إلى البحث عن ما يسمى بالكنوز في خرب الطرامة. يعني شهدت صحيح تدمير يعني شبه كامل للأسف الشديد، يعني تم نهب التراث الفلسطيني في هذه الأماكن وتخريبها بشكل كامل، لدرجة إنه نحن كذا كوزارة السياحة وأثار حاولنا أن نطور البحث الأثري في هذا المكان بحيث أن يكون مكان للسياحة، إلا أننا لم نتمكن من هذا الموضوع بسبب الصحيح بسبب التدمير. هناك غياب بسبب الاحتلال الإسرائيلي بشكل أساسي لدور دائرة الأثار الفلسطينية، لأنه تم منع دائرة الأثار الفلسطينية وأجهزة الأمن الفلسطيني من مكافحة سرقة الأثار. وهناك طواقم متخصصة دائما تحاول حماية هذه الأماكن، ونحن نتحدث صحيح عن أماكن عن حوالي 2000 موقع أثري في الخليل، وهي بحاجة لطاقات وبحاجة لطواقم. ونحن دائما نتحدث ونقول إنه حماية التراث الفلسطيني والحفاظ عليه هي مسؤولية جمعية. هاي المسؤولية الجمعية تبدأ من المواطن نفسه، بالإضافة إلى المجالس المحلية، أجهزة الأمن الفلسطينية ووزارة السياحة والأثار. نحن ندرك أن هناك عدم وعي من قبل مواطن فلسطيني تجاه تراثه، تجاه هويته. فهناك أيضا برامج لها علاقة بالتوعية من جانبنا. Yeah.